السلام عليكم. CNN بوتين سيعلن الحرب رسميا على كامل أوكرانيا في هذا الموعد. إن لم تكن مشتركا فالقناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. يعتقد المسؤولون الأمريكيون والغربيون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يتحرك لإعلان الحرب رسميا على أوكرانيا في أقرب وقت في 9 مايو أيار الجاري، مما سيسمح بالتعبئة الكاملة لقوات الاحتياط الروسية أثناء محاولتها غزو شرق وجنوب أوكرانيا. ووفقا لموقع CNN فإن تاريخ 9 مايو أيار المعروف باسم يوم النصر لروسيا يحيي ذكرى هزيمة الروس للنازيين في عام 1945، وأنه لطالما اعتقد المسؤولون الغربيون أن بوتين سوف يستفيد من الأهمية الرمزية والقيمة الدعائية لذلك اليوم لإعلان إما عن إنجاز عسكري في أوكرانيا أو تصعيد كبير في الأعماق. وقال الموقع إن المسؤولين الغربيين يركزون على سيناريو واحد، هو إعلان بوتين رسميا الحرب على أوكرانيا في 9 مايو، مشرعين إلى أن المسؤولين الروس لا زالوا يصرون على أن الصراع الحالي مجرد عملية عسكرية خاصة بهدف مركزي وهو نزع النازية. وقال وزير الدفاع البريطاني: أعتقد أنه سيحاول الابتعاد عن عمليته الخاصة، لقد كان يتدرج في الملعب ويمهد الطريق، لكنه قادر على قول انظر هذه الآن حرب ضد النازيين، وما أحتاجه هو المزيد من الناس، أحتاج إلى المزيد من المدافع الروسية. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.